ايه الاخبار يا ناس؟ حلو، عاملين ايه؟ واهلا وسهلا بيكم فيديو النهارده من قناه بيست ومنبه، او فيديو جديد من قناه بيست ومنبه. بسجل طبعا بنفس اللبس اللي كنت مسجل بيه حلقه امبارح، عشان انا قاعده كده اجرب فيها اسجل حلقات الاسبوع واشوف لو في ممكن مره او يوم في الاسبوع اعمل فيه كده. السبب ان انا بعمل كده ان اليوم اللي احنا فيه دلوقتي ده اليوم اللي عاده ببقى قاعد فيه فاضي، اللي هو يوم الاحد. اللي متابعني كويس عارف ان في واحده بتيجي تنظف الشقه، فانا بروح داخل قاعد في الاوضه، فاهم؟ بسيبها تعيش حياتها بره مع مراتي وبتاع. فالمهم اللي هعمله دلوقتي ان انا هلعب لعبه اسمها جراج فليبر، تلت ساعه. اللعبه دي لسه ما نزلتش، بس انا عندي زي مفتاح او حاجه ليها ان انا اجربها. خلينا نبص عليها مع بعض برضه عشان يبقى عندنا فكره. ده البرولوج بتاعها يعني. هحط لكم اللينك بتاعها في الوصف. خلينا نقفل بس المزيكا دي، هحط لكم اللينك بتاعها في الوصف. الفكره معناها ان هي زي تنظيف البيوت بس جراجات، ماشي؟ اللي عاملينهم اللي عاملينها بلاي واي لو تعرفوهم، وبس. متحمس جدا الصراحه اشوف هي عباره عن ايه او بيحصل فيها ايه او كده. واعتقد ما في حاجه ثانيه اقولها غير تعالوا نجربها ونشوفها عامله ازاي. اللينك بتاعها في الوصف اللي عايز اجربها. انا عايز اعمل ديسيبل للتوتوريال، مش عايز اتعلم اللعبه، عايز اخش على طول. فبسم الله نيو جيم وابدا منبه، يلا بينا. انا اصلا مسجل الفيديو ده والفيديو الثاني بتاع اللي اسمه ايه ده، الفيديو بتاع امبارح هيعمل بريمير اول ما خلص تسجيل على طول، بس قلت ايه اسجل فيديو كمان. اوكي بسم الله. اوكي بدأنا في جراج، متوقعين ايه؟ هنا مفيش حاجة تتظبط، هنا في مايكروويف، الاف او في وحش قوي. لسه اقول والله يا ريت يكون في. ايوه كده يا عم، بكره قوي لما تكون اللعبة مدياك فيلد اوف فيو 60 تبقى شايف كل حاجة لازقة فيك. بالنسبة لي الموضوع ده مش حلو خالص. ايه الورقة دي مكتوب فيها ايه؟ مش مكتوب فيها حاجة. اوكي اظن والله اعلم ان انا المفروض اطلع بره. عشان كده يا ولاد بنبص على التوتوريال. طيب تابلت اوردر، اوكي اكسبت. اوكي مش محتاجين توتوريال، احنا نخش على طول. ماشي بسم الله. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، اللعبه بتقطع شويه بس مش مشكله. طيب بيقول لي ارمي الزباله كلها، جمع الانتيكات، لمع الحيطان، نظف التراب، ادهن الحيطه اي لون، حط رفوف على الارض، وحط الميكانيكال اكويبمنتس على الارض. اوكي طيب انا شايف في على الشمال الحاجات اللي ممكن اعملها. هو كده فيلد فيو عالي شويه، لحظه واحده. شايف على الشمال في الحاجات اللي المفروض اعملها، خلينا مثلا عند ال 75. كده كويس قوي. طيب اي تو انتر اكت وتاب اوردر شوب، دي حاجه ده ممكن نشتريها، ممكن نشتري فرنتشر. اوكي طيب كيو ماوس. اوكي كويس. هي الفكره ان اللعب دي كلها زي بعض حرفيا، فاللي هو مش فارقه. طيب الزباله بتتشال ازاي؟ ده التراب بيتشال كده. اوكي والله القناة وحشتني كفيديوهات رايقة، لأن أنا بقعد ألعب الحاجات دي مع نفسي، وبعدين بقعد أقول لكم في الستريم كان في لعبة ودي أوديها لكم بس للأسف أنتوا مش عايزين فيستي ومربي. فاحترموا نفسكم بقى، ماشي؟ احترموا نفسكم، اتلموا بقى، اتلموا. مش عارف أكلم مين بس اتلموا. طيب، عايز تشيل الزبالة؟ أهو. أوكي رايت كليك بتشيل الزبالة. طيب ينفع أفتح دي؟ أوكي، طيب. مفيش بقى طريقة الواحد. اوكي انا ممكن اعمل زباله. ايه اللي عارف ده؟ طيب مفيش طريقه الواحد يجمع الحاجه كلها مع بعض. مفيش كيس زباله او حاجه. فاكيوم بينت رولر، اكيد في حاجه، اكيد في حاجه ممكن الواحد يعملها والله. اكيد في طريقه ان الواحد يجمع الزبالات. مش عارف، ممكن مثلا اشتري مثلا كيس زباله او حاجه. دي الدهانات وده العفش. المشكلة الواحد قلبه الصغير لا يتحمل. اوكي تعال ننظف بالطريقة التقليدية وخلاص، مش هاخد مننا وقت. أنا عرفت أنا ببص شمال ليه؟ أصل أنا حاطط الفيديو بتاع الروليت، حاطه بريمير، ففي شات على شمالي. فأنا كل شوية بشوف الشات الناس بتكتب فيه إيه على أساس أنا عامل لايف ستريم، أنا تقريبا مش واخد بالي أنا بعمل إيه. المهم يا جماعة، خلينا نتكلم شوية عن السنة الجديدة وإحنا بننظف. إحنا في سنة جديدة. السنة دي أنا هحاول جاهدا اني انزل فيديوهات اكتر على القناه الاساسيه، وارجع للبيست ومنبه زي ما انتم شايفين. انا مش راجع لها عشان حاجه قد ما هي بحاول ابسطكم شويه وافرحكم شويه، لان انتم بقالكم فتره مفرحيني بصراحه في الاستريمات وكده، ببسط قوي لما اقعد معاكم. فقلت ارد لكم الجميله، فقلت نجرب نرجع للقناه دي ونشوف ايه اللي هيحصل. دي انتيكه، دي مش عارف دي ايه الصراحه، بس دي كانت انتيكايه، ونشوف مع بعض ايه اللي هيحصل بالظبط. بس المهم هو طالب مني دلوقتي اعمل البتاعه دي، لحظه واحده خلونا
نعمل كده ماشي، ونمسك دي كمان نعمل كده. بس هو بيقول لي polish all walls، فالمفروض كمان ألمع ألمع الدنيا. هي دي هنا ولا بره؟ صح؟ تقريبا ولا ايه؟ اوكي. اللعبة فكرتها غريبة قوي والله العظيم. لحظة، هو انا كان ممكن اشيل دي؟ لا. اوكي طيب، هو طالب مني polish walls، كونكريت جرايندر، سباتشلا. هل كونكريت جرايندر؟ اه هو. اوكي، بلمع الحيطه او بنظف الكونكريت بتاعها. ماشي 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 تمام. فالمهم يعني الواحد برضه عايز يبدا يروح الجيم. يا جماعه اتخنت قوي والله العظيم بجد، وفي اسباب كتيره للتخن ده، يعني ما تفتكروش ان هو مجرد اكل كتير وكسل، في اسباب كتير قوي. بس ان شاء الله الواحد يهتم بصحته اكتر، مش عشان حاجة، على قد ما هو عايز يبقى على قلبكم. إن شاء الله إن شاء الله ربنا يخلي الواحد يقعد على قلبكم كتير وبتاع، وتتبسطوا بالمحتوى كله وبتاع. أنا بقالي فترة الصراحة مبسوط بالمحتوى اللي أنا بعمله، لأني بعمل الحاجة اللي بحبها بنسبة 100%، وبقيت متفهم جدا جدا اليوتيوبرز بتعمل حاجات زي دي. زي مثلا طبعا مش بقارن نفسي بيه لأن أنا ولا حاجة بالنسبة له، بس بيوري باي مثلا من الناس اللي اسمه إيه ده، اللي قررت ان هي تعمل اللي هي بتحبه ومالهاش دعوه بحد. فانا ده بقيت فاهمه دلوقتي قوي 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 قوي، يعني اللي هو انت عايز تتبسط عشان تكمل، لانك لو ما اتبسطتش مش هتكمل. دي حاجه متفهمه قوي دلوقتي والله العظيم بجد، حاجه ما تحسش بيها غير لما انت تمر بيها. بس في حته ناقصه، استنى كده، فين 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 اهو، فين الحته اللي ناقصه؟ لا بولش تولز خلاص. اوكي طيب، عايز بينت ايه؟ بينت اني. اوكي طب لحظه، الاول اعمل كده، هات ده حطه هنا. لا لحظه لحظه، احنا هندهن، مش احنا هندهن، طلع دول بره يا عم، طلع دول بره. اوكي تعالى بقى نختار لون حلو ندهن له بيه، انا مش هستهبل كمان، هحاول اختار له حاجه حلوه. حلو التركواز ده، بحسه حاجة ممكن تنفع شوية. هو فين؟ اللي بنشتريه بيجي هنا. اوكي اللعبة مش محتاجة توتوريال خالص تقريبا، مع اني عارف انها شوية وهقول يا ريت اللعبة فيها توتوريال، فاهم؟ طيب هات الرولر دي. اوكي لا ما تقوليش ان انا لازم اخد وش وش ولا ايه؟ لا استنوا، لا مش لازم. اوكي فا عايز ارجع الجيم تاني، اظبط جسمي كده، ارجع اكل كويس. انا باكل وحش قوي قوي، يعني ما بفكرش حتى اكل الهيلثي خالص. طبعا في اسباب نفسيه واسباب كتير قوي الواحد ما بيتكلمش فيها، ما بيتطرقش المواضيع دي في الاستريمات عشان ما يفصلكمش، بس نفسيه الواحد بتبقى تعبانه. عشان كده من كام يوم اصلا كنت بقول لكم يا جماعه انا ببسط قوي لما بقعد معاكم في ستريم وبتاع وكده، وبتحمس ان اخش الستريم معاكم عشان بخش افصل، فاهم؟ بس ويجي واخد يقول لك انت بتعامل الناس وحش، ما اعرفش انا بتعامل معاكم المعامله الطبيعيه بتاعتي مع الناس. نفسي اقعد شهر كده اجرب اطبل للناس في الاستريمات. يا حبيب قلبي شكرا جدا على الفولو، ومق مق مق، وبعدين اشوف هوصل لايه. عايز اجرب اعمل حاجه زي دي، لان اعتقد ساعتها ممكن الفيوز تضرب. الناس بتحب اللي يطبطب عليها، ما بتحبش اللي يخش فيها شمال، انا بحب اخش شمال قوي. انا قافل الازاز عشان كده الدنيا حر. لا مفيش بقى بتاع. اوكي بقالي شوية قاعد قافل ازاز البلكونة. طبعا الأوضة اللي أنا فيها دي لغاية ما كولر ماستر يبعتوا لي بقية الحاجة، المفروض أغير الكيسة عشان اللي ما يعرفش أنا دايما ببقى حرام في الأوضة دي، بسبب إن هي الحيطة دي مالها في إيه؟ أوكي بسبب إن البي سي بتاعي بيسخن الأوضة ال 40 90 مع المعالج مع اللي بيحصل ده كله، بيسخن الأوضة. يعني دايما رجلي سخنة وأنا قاعد على اللي اسمه ده على البي سي، عشان في اتنين بي سيز، واحد على يمين واحد على شمال. اللي على يمين ما بيطلعش حراره قوي، ده اللي بيسجل بيه وبعمل ميه ستريمات، الحمل مش تقيل. بس اللي على شمالي يا نهار ابيض، الكيسه مفتوحه اصلا فالسخونه كلها بتطلع عادي خالص. بس اوكي انا دهنت الحته كلها. polish all walls any color. طيب ايه ده، دي ما اتدهنتش. في حته ما اتدهنتش. اوكي كده خلاص. طيب جميل، هبقى ده هنا.
ما اعرفش بعمله ده صح ولا لا، بس يعني كنت عايز ابيع ده بس مش عارف اعملها ازاي. طيب ما علينا، خلينا بقى نحط دول مكانهم. انا شايف ان دول يتحطوا كده، ما اعرفش الارض دي نظامها الصراحه. put mechanic equipment on the floor. ايه mechanic equipment دي؟ ادي شلف وادي شلف وادي شلف. put shelves on the floor. الله، هو ليه مكتوب لي 0 من 4؟ هو ينفع عندي ناحية تانية؟ ايه ده؟ ايه ده؟ بس لا صح؟ اكيد لا ولا ايه؟ هو عنده حمام سباحة اهو. ده حمام سباحة ايه ده؟ ده بانيو. ما علينا، هو عنده حاجات وكده بس انا ما اعرفش الحاجات دي. المفروض ان انا اعمل بيها حاجة ولا انا بوظت اللعبة ولا ايه؟ اللعبة رايقة اوي الصراحة. طب يعني انت حضرتك عايز ايه؟ اوردر all the garage has been we want to get rid of all the stuff, clean it up, paint the walls and put furniture. okay, what kind of furniture؟ طيب يعني ايه الحاجة اللي انت عايزها؟ shop furniture. هو عايز shelf و equipment. طب مفيش search او مفيش مثلا انت تديني الحاجات اللي انا محتاجها او mechanical equipment. طيب طب يعني اشتري لك موتور ولا ايه؟ اشتريت موتور ب 600. شيلف ميكانيكال اكويبمنت. طيب هات ده. ماشي، وعايز حاجه ميكانيكال اكويبمنت ثانيه. الغاز ده ميكانيكال اكويبمنت يعتبر. انا طلبت الحاجات اللي هو المفروض ايه ده؟ المفروض ان هو طالبها. فتعال نحط الشيلف ده هنا. طب انا كده حاطط 4 شيلفز بس مش محسوبين. هل المكان ده غلط؟ هل عايزها هنا؟ لا هنا. اوه اتحسب. وات؟ ها؟ ايه ده؟ تقريبا لازم ما تبقاش لازقه في الحيطه؟ اه. ايه ده؟ حاجه غريبه قوي. دي مش محسوبه. كده برضه مش محسوبه. كده مش محسوبه. الله. كده اتحسبت. مش فاهم يا جماعه ايه اللي حصل ده بس اوكي. هات الاكويبمنت دي، اعتقد دي ميكانيكال اكويبمنت تعتبر. ولا انا اشتريت حاجه غلط ولا ايه؟ ايه ده؟ ما تقولش الحاجات دي كانت غاليه يا اسطى. اوكي دي اتحسبت. في حاجة غلط، في حاجة غلط بس هي اتحسبت. طيب بيقول لي بقى نضف كل التراب على الأرض، فأعتقد إن ده التراب. أه مكان ما كنت بدهن. ماشي، اللعبة لذيذة بس في حاجات بايظة في الميكانكس ولا بيتهيألي. اوكي كده أنا خلصت كل حاجة. فدلوقتي ممكن أعمل كده وأقول له فينش أكسبت. اوكي طبعا انا قافل المزيكا عشان مش عايزين صداع. وانا كده خلصت الجراج كمرحله اولى. مش ساتيسفاينج الصراحه، خصوصا ان دي المفروض الحاجه اللي بيقول لك اللعبه عامله ازاي بس هي بايظه شويه. فمش عارف الصراحه، نجرب مرحله كمان اعتقد نلحق يعني. طيب تعالوا نعمل كده. سكيلز. اوكي السكيلز بفلو ايه ده؟ اوكي ما ماشي، دي البيزك سكيلز عامة. هو كده كده عملت اللي قدرت عليه، مش محتاج اشتري اعمل حاجة تانية. اوردرز اول اوردرز. اوكي في اوردرين، جوز جراج ده شكله صعب وده شكله برضه جامد. لا بس ده احسن، ده بس ده فلوسه اكتر بكتير. لا لحظة، ده اللي فلوسه اكتر بكتير. لا ده ب 4000. اه ده بادجت 10000، ده بادجت 8000، ده بيديني في... اوكي عملت التاني. ما اعتقدش ان انا هلحق اخلصه في الفيديو ده بس هنشوف. على الاقل اتعلمنا اللعبة يعني. ماشي بسم الله. الكومنتات كيوت قوي بتاعت البريمير، الناس مبسوطه قوي ان فيست منها بيرجع. مش كان انتوا عيال فصيله؟ بقولها لكم مش بجامل انا، انتوا عيال فصيله. بس تلعب كذا، بس تعمل كذا. انا صحيح عايز اعرف اصلا انا ناسي ايه اللعبه اللي احنا ما لعبناهاش. كان في لعب كده المفروض كنا بنلعبها وما خلصناهاش. انا عارف لعبه المريخ واحده منهم بس ما اظنش ان حد مهتم بيها قوي.
صراحه ما اعرفش انا كان صح ولا لا، انا شخصيا مش مهتم بيها قوي. انا عارف ان هي نزلت ببلاش فتره مش عارف، كان نفسي ارجع لبلانت كرافتر ابص ايه اللي اتجدد فيها، لان في حاجات كتير قوي فاتتني، بس حاسس ان من كتر ما حاجات فاتتني انا ما بقتش عارف ايه اللي المفروض اعمله، فبرضه ده حوار. ايه ده في زباله هنا كمان، اوكي الراجل ده جروشه كبير وبس، مش عارف الصراحه. I don't know man، اكيد في طريقه احسن لرمي الزباله بس انا ما اعرفهاش اكيد. ايه شو هايد باركينج سبوت؟ ايه ده لحظه، هو انا ممكن اسوق عربيه؟ لا انا المفروض احط الحاجات بعيد عن المكان اللي هيركنوا فيه، عشان كده بيقول لي باركينج سبوت. اوكي طيب، نظف 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 ونظف. اوكي كده نظفنا كل حاجه. هو عايز نعمل حيطه بولش وولز بينت وولز اني كولر. اوكي هو عايز فعلا نبوش الحيطان، خلينا نعمل كده بسرعه. اختار القناه تجيب كام فيو في الفيديو؟ 500 مثلا اعتقد، 500 اعتقد بالكتير قوي يعني. طبعا انا موقفها بقالي كتير قوي قوي، يبقى لي 9 شهور يعني. القناه دي لو كانت حامل كان زمان جابت بيبي، بقالي 9 شهور ما بنزلش عليها حاجه، فاظن ان هي دلوقتي هتجيب مشاهدات وحشه قوي قوي قوي. بس زي ما انتوا عارفين القناه دي اصلا بالنسبه لي مشاهدات فيها مش مهمه يعني، يمكن احتمال، بس مش عايز اعمل كده. احتمال بقول ان انا ارجع تلعب بعدين على القناه الاساسيه، بس ما اعتقدش الصراحه. ايه الحيطه البايظه دي؟ مش عارف الحيطه دي الصراحه. طب هي تعتبر ايه الحيطه دي؟ طبعا كالعاده شكل المنبه هيرن وانا مش هقفل غير لما اخلص الجراج ده، فهنشوف الكلام ده برضه. الفكره مين اللي فكر انه فكره حلوه انك تنزل لعبه عن تنظيف او تظبيط الجراجات؟ يعني هي انترستنج، بس هل فكره حلوه؟ مش عارف. طيب فين الحيطان اللي ممكن نعملها هنا؟ اعتقد ان مفيش غير الحيطان. لحظه لا كده الحيطان كلها اتعملت. اوكي طيب في حيطان بايظه المفروض اصلحها. build new walls destroy all. اوكي نكسر دول والباب، الباب بيفضل في مكانه. انترستنج، دي مش عايز تتكسر. اللعبه فيها مشاكل شويه في انك تدوس على حاجه، بس مش مشكله. هم عايزين بقى ابني حيطه جديده. build new walls طيب سباتشلا ولا ايه؟ يعني نبني ازاي حيطه جديده؟ هامر لا، سباتشلا لا، ازاي نبني حيطه جديده؟ انفنتوري لا، شوب بيلدينج فرنتشر. مش عارف والله ازاي الواحد ممكن يبني حيطه جديده. سيج هامر كونكريت جرايندر فاكيوم كلينر سباتشلا هامر. انترستنج، ما عنديش اي فكره اي فكره ازاي اعمل حته جديده. هو ده ايه ده؟ طيب ارضيه جديده، طيب ازاي؟ طب استنى اكيد في زرار او حاجه. لحظه اوبشنز جيم. طبعا انتوا هتسمعوا دلوقتي صوت الست وهي بتملى الجردل، معلش انا اسف. انتر اكت، هو السكرول بيفتح الويل دي، التاب بيفتح ده، انفنتوري معيش حاجه، سكيلز معيش حاجه، اوردر معايا حاجات بس مش عارف اعمل ايه. طيب انا بدوس على الزراير كلها لعل وعسى حاجه تفتح ال اللي اسمه ده. يا لهوي ده مؤاخذه، ده البتاع مش عارف الصراحه ازاي، صراحه مش عارف اعمل ايه. الباب السحري متوصل بدي. اوكي اكيد في حاجه، يعني اكيد في حاجه ايه تدوس عليها. لحظه اهو. اوكي بس خلاص. لا والله انتويتيف اللعبه، انا عملت حاجه غلط زياده، انا عملت حاجه زياده غلط والله. طب يعني بالشاكوش وبدوس رايت كليك وبختار الحاجه، بصلح الارضيه
اوكي هول تو بيلد. اوكي وانا بدأت منبه ولا لسه؟ ليه ما رنش؟ حاجة غريبة كمان. اللعبة فيها حاجات ما بتشتغلش. بصوا في دي اشتغلت اهي. اشتغلي بقى. في بوينت هي اللي بتشتغل تقريبا، بعد كده بقى ما بيشتغلش. اهي اشتغلتي دلوقتي، رحتي فين؟ اهي دي عملت اهي. اوكي ودي عملت اهي. اوكي ماشي. وبعدين يا الله تمام. اوكي حلو قوي كده، عملنا الحيطان وعملنا اللي اسمه ايه ده. طيب الحيطان دي تعتبر بولشت؟ اه تعتبر بولشت. بما اننا مش هنبني حاجه تاني، خلونا نعمل ايه، ننظف التراب اللي موجود من البولشنج، لان دي حاجه طبعا من الحاجات المطلوبه مننا. المفروض البريمير بدا خلاص. في 197 بيتفرجوا. طب والله العظيم الله يمسيكم بالخير. والله انا مش هعمل طبعا كل الفيديوهات، مش هعمل طبعا كل الفيديوهات اسمه ايه ده، بس هنشوف. عايز اشوف الشاب بتاع البريمير، بس لازم اخلص الفيديو ده الاول. انا خلاص الاول. اوكي كلين اول داست. ده في داست لسه ناقص فين؟ اوكي كده خلاص كلين اول داست. عايزين بقى نشتري بينت. بينت اسود. تعالوا اسود. هات ده هنا. ماشي هات ده كده. بصوا برضو الليفت كليك فيه حاجه معرفش ايه هي، بس فيه حاجه يعني اوقات يشتغل اوقات ما يشتغلش، كان في بج او حاجه. تاني ما اشتغلش. انا بشوف بس لو الماوس طلع من الشاشه ولا حاجه، بس لا ما طلعش. ماشي البريمير وصل 212 بيتفرجوا. بسم الله ما شاء الله منورين يا جماعه. ماشي هات. شكلنا هنحتاج نشتري بينت تاني. احنا بعد البينت محتاجين ايه؟ محتاجين نحط صوفا والكترونيك وديكوريشن وهوبي ستاف وشيلفز اون ذا فلور، بس كده نكون خلصنا. اوكي طب والله انا مبسوط ان الناس مبسوطه يا عم، اهم حاجه الناس تتبسط. الحيطه دي بقى هندهنها ازاي؟ دي عشان دي مش عايزه تتحسب لي كحيطه، وانا المفروض اعمل فيها حاجه ولا ايه؟ لا يكون لازم اعمل لها بولشنج لوحدها، لان هي مش عايزه تخليني ادهن، فدي حاجه غريبه قوي. انا ما اعتقدش ان انا عايز اكمل الجراج ده. اللعبه لذيذه، بس كبدايه كاول كام ميشن تحس ان انت بتعمل اللي انت عايزه مش اللي الزبون عايزه. يعني بيقول لك حط اي لون، فتحس انه ماشي طيب. بعد كده بيقول لك حط ديكوريشن، مش بيقول لك عايز ايه بالظبط. مش بيقول لك مثلا عايز مثلا تجيب لي اسمه ايه ده، مش بيقول لك مثلا عايز تجيب لي مثلا كوره مثلا او ايا كان، لا هو بيقول لك حط اي لون. ما اي لون دي غريبه قوي، يعني انك تقول لي هات اي لون دي غريبه قوي. خلي ده هنا، خلي ده هنا. انك تقول لي برضو اي ديكوريشن دي تحس ان مفيش. هي الفكره من اللعبه ان انت بتعمل فليبنج حسب اوردر الشخص، بس تحس ان مفيش اوردر للشخص. هو الشخص بيقول لك بس تعالى اشتغل، تعالى ادهن يا ابني، تعالى روق يا ابني، تعالى نظف يا ابني كده يعني. ف مش عارف. اي دونت نو مان. كنت بتفرج النهارده على فيديو ابن حطوطه بتاع اسمه ايه ده؟ بتاع افغانستان. الفيديو ده انترستنج قوي على فكره والله. على قد ما حياتهم مختلفه عن حياتنا جدا، بس البلد نطفت وبقت امان تاني وبتاع. دي حاجه انترستنج قوي ان الواحد يشوفها. هو انا عملت جليتش ولا ايه؟ هي ليه الرول بتكمل؟ انا حاسسها فاضيه يعني. هو في ايه؟ ما قلتش اللعبة؟ ولا خلاص كده خلصت؟ لا ما خلصتش والله. ايه ده؟ اوكي كده خلصت. ايه ده؟
لا خلص 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 اوكي. طب انا عايز اعمل حاجه بس معلش. كونكريت جرايندر دول فعلا كانوا بايظين، بس سبب ما اللعبه مش قايله لي ان حياته مش بولش، ولا كان قايله لي والله ما اعرف. اوكي كده كله بولشت، فكده هنضطر ننظف تاني بالفاكيوم. ماشي وكده نكمل ايدي هنا. اوكي جماعة ده مش بس ده عرض اول، هي الناس ليه بتفتكر ان العرض الاول ده بس؟ وليه ما بتاخدش بالها ان في يعتبر زي يعني شبه مثلا مونتاج او حاجة؟ وليه في سؤال ايه فكرة اللعبة ده؟ سؤال ايه فكرة اللعبة ده؟ سؤال فصيل قوي والله. بيوحي بالكسل، كسل المتابع ان هو يحاول يصبر ويتعلم او يفهم ايه اللي بيحصل. يعني عايز كل حاجه تقدم له اللي هو اتفرج بس ما تشغلش دماغك زي الزومبي كده فاهم. شغل دماغك زي الزومبي او ما تشغلهاش زي الزومبي. ده الزومبي بيشغل دماغه نشوف هياكل مين. اللي نفسي برضه ختمها جدا 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 على فيسبوك ومنبه واعمل لها سلسله، بس موضوع معقد شويه دلوقتي. نيد فور سبيد القديمه، بس غير كده كمان انا على قد ما اقدر بحاول ان انا ايه ابعد عن العاب الكترونيك ارتس اي اي، عشان سمعت ان هم كانوا ضد غزه او مع البلد التانيه مش ضد دي مع دي. بس هي الناس دي ايه يا جماعه؟ هو الناس داخله فيستي ومنبه تقول فين ستريم تويتش؟ دي حاجه غريبه قوي والله العظيم، حاجه غريبه قوي قوي. المشكلة إن أنت لما تكون على يوتيوب بالإنجليزي يكتب لك ده بريمير، لما تكون على يوتيوب بالعربي يكتب لك ده عرض أول. هو بيكتب لك هو ده إيه؟ أنت مش محتاج صانع محتوى يشرح لك. غريبة أوي. I'm running out of time. You really have to do too much. أوكي كده دهنا الحتة كلها. بس. جبنا دهان زيادة للأسف، بس أنا عايز أعرف هل لما أرمي دول كده بعمل فلوس ولا لأ؟ ولا أنا المفروض آخد الحاجات دي معايا ولا إيه؟ خليني أحطها في العربية. بس انا هلعب لعبه تانية. طيب نحط ده بقى كده، لازم نحط ده هنا كده او لا خليه جوه هنا، خليه هنا كده. ماشي ماشي. ايه ده كتب لي put shelves on the floor؟ اتحسبت لي shelves. هو ده شلف؟ ايه ده؟ طيب عايزين صوفا، عايزين كنبه، بيتش كاوتش. هو عايز كاوتش ولا صوفا؟ صوفا. انا حاسس اللعبه دي من النوع اللي هو ايه، انا قايل لك هات صوفا ما تجيبش حاجه مكتوب عليها كاوتش، اشتري حاجه عليها صوفا. خلينا نشوف كده لو في حاجه مكتوب عليها صوفا. لا كاوتش كاوتش. طب تعالوا نجرب الكاوتش دي كده. وعايزين برضو نحط هوبي، عايزين شيلف صحيح. واحد اثنين ثلاثه، وعايزين هوبي 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 هوبي. ايه هوبي بقى؟ يعني ايه هوبي؟ ايه الحاجة تعتبر حاجة هوبي؟ طب عايز ديكوريشن، جبت ديكوريشن، هعتبر الريكورد بلاير ده هوبي كده. جرب مش عارف والله. الحلو في اللعبة دي عاملين حاجة ايه ده؟ عاملين حاجة في اللعبة دي مش موجودة في اللعبة التانية الصراحة، وهي ان لما بتيجي تاخد اسمه ده بروجكت من حد، فانت بتدفع فلوس الحد ده، هو بيقول لك انا معايا بادجت كذا اشتري بيه، ما تدفعش من فلوسك بقى وتحاول تعمل ربح وكده فاهمين؟ وده ميك سنس الصراحة يعني. ماشي مرة واحدة بقت كأني حاطط تلاتة شيلفز، مش عارف ازاي. مطلوب مني اتنين ديكوريشن. اوكي طب حط الكنبة دي هنا. الكنبة اتحسبت. اوكي طيب فين الريكورد بلاير؟ هات الريكورد بلاير ده. انت تعتبر هوبي ولا لأ؟ هوبي ستاف اون ذا فلور، الكترونكس اون ذا فلور. هو ده يعتبر الكترونيك. ايه هوبي ستاف دي؟ هوبي ستاف يعني حاجات الهوايات. ده الديكوريشن، عايزين نشتري ديكوريشن تاني وهوبي ستاف قصدي الكترونيك تاني. هل الكلوك الارم كلوك ده يعتبر بتاع؟
يعتبر الكترونيك هوبي ستاف. ده يعتبر هوبي. اشتريت بول تيبل بتاع بلياردو، واشتري كمان عايز حاجه هات الزرعه دي. طيب اشتريت ترابيزه بلياردو، انت دي جايب عصيانها وبتاع، دي غاليه دي. اه دي هوبي اوكي. طب ما دي ملهاش مكان يا اسطى، ايه اللي انا عامله ده؟ يلعبوا بقى هم بقى مع نفسهم، هم يبقوا يعيدوا ترتيب المكان. هات الزرعه دي حطها هنا، اتحسبت اوكي. هات ال الالارم كلوك دي، وغالبا هحتاج شلف اخير. حط الالارم كلوك دي هنا. اه الكترونيك دي بس خليني اقلبها بس اوكي. وعايزين شلف اخير. شلبس 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 اهو. هات ده، هو فين؟ الو ايه ده؟ ها ها اهو. ده اللي انا لسه مشتريه دلوقتي، معرفش انا رايح فين. حط ده هنا كده بس كده، انا خلصت المكان. طيب مين قصدي ايه ان انا بقول لكم تحس ان انت بتخش الكاروت المكان ده تمشي؟ فما اعتقدش اللعبه دي هتلعب، هلعبها لما تنزل كامله، ما اعتقدش يعني، ما الا لو ليها قصه حلوه يعني زي مثلا بتاع محاكي الافراح والحاجات دي. فانا كده ممكن اعمل كده واقول له خلاص الاوردر تم. هو ايه ال 76% اللي فوق على اليمين دي؟ مثلا الاوردر تم، شكرا ليك، اكسبت. ماشي، المفروض دلوقتي بيورينا ايه اللي بيحصل. خلينا نجهز السكرين شوت تاية. هو ليه مدخلنا الزبالة كده؟ والله يعني المكان شكله مقبول، مش عارف انا داخل بدرون بصور ليه، بس خلاص كده؟ خلاص كده. ايه ده؟ وحتى ما قاليش، ما خليش اعمل اكسبت لاي حاجة، ما اعرفش ايه اللي حصل. ده حتى طردني، اوكي لا خلاص ما علينا. طيب فدي كانت اللعبة، اتمنى تكون عجبتكم. انا عارف ان هي ما عجبتكمش، بس يعني ادينا جربنا. انتوا فاهمين اللي فيها يعني، لو احنا عايزين نشوف كل اللعب عامله بيستي ومنبه. ماشي، اتمنى تكونوا انبسطتوا. فيديو كمان لبيستي ومنبه مش ماشي مع المنبه. 32 دقيقه، اشوفكم مره جايه يا جماعه. ماشي، السلام عليكم، باي باي.